افتح لنا الباب. الاستاذ اظن لا معقول. تعال من هون، شمالك يميني دائما سندني. هو غير هو غير. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. هاي حبيبي. اهلين وسهلين. تسلم ايدك يا رب. الف شكر على الوردات الفظيعه. شو حالك؟ الله يخليك. تفضل تفضلوا. يا اهلين يا سهلين. يا رب يا رب يا رب مثل هي السجاده بتفركش. تعال يا حلو، حط لنا اياهم هدول نظبطهم بعد شوي انه بياخذ. يا اهلين استاذ. اهلا بيك يا صالح. شو اخبارك؟ زي اهرمها فعلا. حلو اخبار زي اهرمها. اخبار حلوه طبعا، لازم تكون حلوه مصريه. الحمد لله رب العالمين. انت ازيك؟ بس هيك زبط حالي. انا كويسه كثير منيحه. صار عندي ولدين ما شاء الله. صابر بنتي ربيت تقريبا بالبيت عند الاستاذ. والله والله العظيم كانت تجي وتكسر له شام، ربيت عنده حبيبتي دي شام. والله وتروح وتقف ويدلعها وما يعني ما يحكي معاها حتى اذا كسرت اذا وقعت. دلعها دلع عجيب. اي والله العظيم قضينا ايام احلى ايام ما شاء الله. ايه صبيه عروسة. صبيه عروس بتجنن. بس لساتها بتحكي مثل البيبيات. يمكن معاملتي معها مخليتها لساتها يعني بتحكي مثل كانها طفله. لا وانت صعبه في البيت. الحمد لله انا قوي صعبه. بتحب ظالمه وقاسيه بشكل وايدي والكف كل الواد على طول بالشمال. ولا ما لي علاقه. عمري ما خبطت ولادي يعني. انا ولا يمكن انا ولا خبط ولا صريخ ولا يعني ولا شيء ولا اي نوع من انواع. لا بس من هاي الانواع. قابلنا انا واصاله لعلمك. عارف البنوته اللي الخجوله انت تعرف ان في قرابه. بس بعدين نبقى نتكلم في حاجه ثانيه. طبعا انت خايف تقول القرابه. يعني حقيقي لا تتخيل. طبعا بقول الكلام ده مش عشان احنا قاعدين دلوقتي الحمد لله. ده بقول ان الفنانين مهما بيزعلوا صلحهم بيبقى احلى من الزعل. اي والله انا ما يعني انا ما بزعل كثير يعني منك. بزعل طبعا. لا بتزعلي؟ لا زعلت. هي زعلت منها بشكل قلت لا 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 هي شو. لا 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 تقول لي انا ما دافعتش عنها. ما دافع صابر هذا وهو بيعرف انه غنيت. بقول لك حاجه، اولا لازم اشرح حاجه للناس قبل عشان وانا جاي من بره سامع بتغنوا. فهو بذكائه طبعا هو ما بيقدر ما يغني من الطبقه العاليه. ما بيقدر يعني الانانيه الشديده عنده. الذكاء الخبيث يعني. لا انا عايز اشرح دي يعني بدي غني معه عز الحبايب. لك وطيها مره خلص ماشي معك. وانت بس صغيره يا اخي انزل ما بيقدر ما بيقدر منتف انانيه. بس انت برضو انا بدي غني معك عز الحبايب. وطوها سوا طبقتي تفضل. وطوها. لا عايز اشرحها للناس على فكره. لا وطوها مشان يغني. لا هيصورها هيصورها هيضطروا يصوروها. لا مو كوردلا. كوردلا كوردلا. لا لا هو والله كويس ان احنا والله بلد. والله كويسه. فما جير كوردلا. بدوها فما جير انت وضميرك اذا كوردلا ما طلعت. ماشي ماشي انت مره شوي. ماشي يلا. ويلي اللي كانوا عز الحبايب راح وخانوا قلبي اللي دايب. وين اللي كانوا شفت عز الحبايب راح وخانوا قلبي اللي دايب. بكوا عيوني منيحة كانوا عيوني. بكوا عيوني سدت ظنوني سدت ظنوني. دنيا عجايب منهم يا ناري يا ناري. لا خد بتعري يا ناري منهم يا ناري. لا خد بتعري وبكي عيون لو شعري شايب. منهم يا ناري يا ناري. خد بطاري وبكي عيون عيون لو شعري شايب. عز الحبايب عز الحبايب. خلص الطلب أول مرة بالطلب رسمي. بس انت بفعل فعل قدمته عند الجامعة العربية. عرفتي ليه بقى اللي بدا الزعل ايه؟ لا اللي بدا الزعل النوطه.
اللوت الدار الطبقه اي طبقه مع ذلك غنيتها انا انت انا بطلة انا بطلة ولا مو بطلة غنيتها بطلة اني غنيتيها بس ايه على حساب نفسك والله ليه؟ العظيم اول صوت ده. اول صوته اخر صوتك ده صوت نسائي وصوت رجالي معروف ده علم في المزيك فانا لما قلت كان المفروض اصاله لا بس قلت كمان انه راحت علي والله العظيم ما سمعتك نعم. انا سمعتك بعدني يعني ايه راحت علي طب يا استاذ تعال لا قلت لي الكلام ده والله العظيم سمعتك بعدني المشكله لا اللي انا بقوله سمعتك بعدني لكن ليش لا اللي انا بقوله ما بخبهوش ايه عايز اقول لك عمري انا لسه بكلم ورايا في برنامج صوت اصاله صوت خطير جدا جدا والله العظيم صح انا يعني انا عن نفسي اعشق تواضع لا والله ما له علاقه يعني اشمعنى دلوقتي لما نزلت لو الطبقه ما بحب حالي ما بحب حالي بغني لا لا طبعا انا اعشق صوتي اكثر صوت بحبه بالعالم العربي نسائي أنا صوتي صراحه انا معجب المطرب لو ما سقفش لنفسه قبل الجمهور يبقى ما بيغنيش حاجه بس ما قصدي بس ما بيسقفش على ايده انت اسكت شويه جاي لجنبك ماشي ما بيسقفش على ايده بينتشي بالغناء فالجمهور بيحس بهذه النشوه فهو بعد ما بيسقف لنفسه التسقيفه الوهميه الجمهور بيسقف له التسقيفه الحقيقيه ايوه صح كلامك طيب بس قول مو كنت بس معصب مني فقلت هيك لانه انا كثير حظ بخاطري تقول هيك عن شغله كثير بحبها ايه كنت معصب مني متضايق ليه شو كنت عملت لك من غير ليه والله العظيم اقول لك عملت ايه هقول لك انت عارفه من ربي نص عمرك صح. على ايدي صح ويا ما اكلت من ايديك الحاجات الحلوه اللي كنت بتعمليها تتذكر في المطبخ وياما في يامات كتير بيني وبينك ونلعب كوتشينه وما اجيب لا يكون زعلان لاني كنت اغلبك لا كنت بخليك تغلبي بمزاجك لا والله كنت اغلبك وتتضايق وتعصب بتعصب لازم اتعصب طبعا لان هقول لك حاجه بتعلى انك بتعبت كثير وانا اجيت فجاه هيك جديده هاويه تك تك اغلبك بالكوتشينه وانت حاغلبك هقول لك يا صول لما كنا في التلفزيون في سوريا والمذيع بس حسيت ان هو بيوري نفسه عليك كنت حاكله لدرجه قلت له اذا كانت هي سوريه المولد في حضن مصر كبير مستعد يحتضنك تذكري الجمله دي بذكر اظن شو ايه اللي غيرك برضه اللي انا حاسكت لان انا ضيف في بيتك لا بالعكس بالعكس انت لانك ببيتي قول شو ما قلت يعني لا ما اقول في بيتك براحتي قول اللي غيرني انك اتغيرتي ده مطلع اغنيه اللي غيرني انك اتغيرتي وحيات ربي طب بتصدق وحيات ولادي انا بالذات لا كلامي عن نفسي تغير من بدايتي لليوم ولا طريقتي ولا تعاملي ببيتي ولا شيء تغير بالحياه اطلاقا يعني انا مو بني ادم بسيطه مثل عادل امام بمسرحيه لا بس غيرتي هدومك بس غيرت والله العظيم بس انا اخر بني ادم يمكن بالعالم تتغير انت عارفه انت بنتي ولا لا وفي انا بعرف انه انت يعني بعرف اني غاليه عليك كثير بس ليش يعني ما بعرف حسيت انه انت بس بدك تنتقم مني بس بدك تنتقدني قلت قلت طلعت شلاني بتحب بقول لك دقيقه صابر سيبها اسكت شوي انت قولي انا سمعتك انا انتقم منك قلت اصلا يمكن عشان انت بتغني حلو فانا اتغصت منك انا مو لا يعني على اساس هو مطرب مثلا ممكن لا مو هيك عشان هو ما حقول انا الاسماء عشان هو عنده مطربات بده يعني يقول عنهم انه هن هدول الجداد هدول اللي يعني اهم مني فعلا صار راحت عليها ودلوقتي راحت. وقت فلانه وفلانه لا 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 ما ظنش الموضوع ده كثير بزعل عندك انه عندك حاجه شرابه قبل اللي انا قلت لك شو بدك تشرب شو بدك يا حلو فزك هي خلصت اللي عندك يستفزك يعني خلصت طبعا بعد ما يستفزك خلصت اللي عندك بس انا قلبي طيب انا قلبي طيب ما بقلبش الصفحه كمان ماشي الله يسامحك طيب شو تشرب روح قلبي ميه شاي باللبن يا عيني فاكر الشاي باللبن قد ايه عملت لك ولا 17 مليار كاسه شاي باللبن ولعلمك هي بتعمل الشاي باللبن احلى من الشاي باللبن نفسه شخصيا يعني انا مش مهم اشرب حاجه انت على راسي تقبل قلبي شو عزمته بيب نسيت ورحمه بابا بس بدي هديه لانه حسيت هذا شو تشرب تعال معي تعال اعمل انت يعني هذا بدك يعني عزيمه يعني صاحب البيت ابن البيت معقوله مو اتفقنا انه نحن يعني الاطفال حطوا لي هون شاي حط المي بيب حطوا مو على ايدك حطوها بال خاف بس كمل حط كمان بيب روح هلا بدي غني لك اغضب مقطع منها صوري على الموبايل هي
والله العظيم على الموبايل بتاعي اهو موجود. حدا قال لي، حدا من اصحابي قال لي بتعرفي اصاله انه استاذ حلمي حاطط اغضب على الموبايل؟ قلت له مستحيل. قال والله العظيم والله على الموبايل. وايه كلها؟ اسمع يا صابر، اسمع يا حبيبي. طب رنا وولا سامع. اسمع الاستاذ تبعنا مين حاطط على موبايله؟ رنا وغنى. بتقبرني والله عندك حق. والنهارده على فكره كان الصبح بيزيعوا، ما قلتليش من الاول ليه؟ والله الصبح. مين اللي بيغني؟ اللي بيغني مظبوط يعني احسن من مين؟ لان انا بالنسبه لي رايي عكس رايك، بس بدي اعرف شو وجهه نظرك. تامر بيغني احسن ولا عمرو بيغني احسن؟ تاني. لا تاني ولا تامر؟ لا لانه بدي اقول لك رايي انا. هقول لك حاجه، ليه العلاقات الشخصيه معك بتلعب دور؟ هقول لك حاجه، علاقات شخصيه ولا ده صح؟ اذا كنت انت بتحب حدا اكتر من حدا بتفضله عن حدا؟ اوعى تفتكر ان انا في الغنى في الغنى ملوش علاقه بالحب. لا امبلا، لا انا ممكن احب صوت شخص ده، بس يوم ما يغني وحش اقول له انت غنيت وحش، لانه بيحبه. لا انا بحبه. بس مدحت كتير بمطربات ما بيمدح فيهم. مين فيهم يعني؟ في كتير انه مو مطربات. انا احب بالاسم، مش عارفه ابدا. قلت لك تامر وعمرو. يا جماعه تامر مطرب كويس ولا وملحن مقبول، ولكن مؤلف الكلام اللي بيبيعه. اسمعوا انا بقول كلمه اللي بيبيعه. بس مطرب هلا تامر يعتبر مطرب؟ انا بحبه كتير بس يعتبر مطرب؟ عارفه ليه؟ لانه عنده حرفه، يعني بيعرف يقول يا الليالي ومواويل ويرفع مش كلها. هقول لك حاجه، ما انا جبت صوت تامر وجبت صوت رامي صبري، والاثنين حطيتهم في اغنيتين، طلع رامي صبري متفوق على تامر. هل معنى التفوق هنا هو تفوق نسبي في العمل؟ انما ده ليه لون وده ليه سكه وده ليه سكه. بس بالعموم، في العموم عشان تقولي ده صوت كويس وحش لازم يغني كل شيء ويطلع منه الكويس او الوحش. بس هن مو يعني هو مؤديين كويسين كتير ولا هقول لك حاجه برضه هيزعل تاني مني وجمهوره هيزعل مني. يا صابر انت دارس راجل اكاديمي، مغني يعني ايه ومطرب يعني ايه؟ العالم يعني كله صابر بيغني بيرفع الناس عن الارض. المطرب صابر عمل حفله بتونس والله العظيم، انا يعني هي الحفله بالذات حفله صابر بتونس، لان كان في ظاهر حتى اصحابه كان الهوى مرافقه، الهوى غنى غنى صابر. الجمهور بيعرف المقامات، ما سمعت حتى يعني مستوى الاجانب. هو صابر وناس قلال مثله بيقدروا يرفعوا كيشيلوا كيك عن الارض، بينما اللايف لكثير من الفنانين اللي بنسمعهم اللايف مدمر، بتروح بتحزن عليهم. يعني انا اوقات بسمع باللايف بزعل. ممكن اعطي رايي في الموضوع. بالنسبه للحاله اليوم يعني لو قارناها باللي فاتت، مش الصوت هو النجم اليوم، هو مش الصوت، العين، الصوت، العين، البهرج، السياره، الفيديو كليب، الصبات، الاسد اللي على الكتف. يعني ما عادش في يعني تقييم الفنان من صوته. لا اللي فات يعني ما نحكي الاصوات اللي هي معترف بها موسيقيا وجماهيريا، اوكي دي يعني هذه اصوات لا يعلى عليها، لكن اليوم اجمالا مش ما يعنيش انه ما فماش اصوات حلوه، لا فما اصوات كبيره كذلك. يعني ممكن يكون لها شان كبير، وفي من سوريا، في من تونس، في من مصر، في من اي بلد لازم تلقى، يعني دائما الدنيا تخلق. لكن المواصفات او التقييمات الاصوات ما عادش بصوت فقط او والله مع بالودن، يعني ولات بالودن وبالعين، تسمعها وتشوفها وتحسها وتحكي معها وتحكي صح ولا ما تحكيش صح، وهذه كلها مقومات صوت اليوم. بس هو الحقيقه النجاح هو مجموعه اشياء. لا يمكن الصوت يعمل اليوم نجوميه اطلاقا، والا كان في ناس يعني في بنات بيغنوا بالاوبرا اصوات مهوله يعني لما بتغني بتحس ما ممكن يعني آلي عم رهيب. في اسماء صوت ولكن النجوميه والشهره. محمد عباب كان لي راي، مطرب بيغني حلو جدا ومش ناجح ليه؟ فقال عليه يغني الشيء الذي لا يفهمه. عملت لي اغنيه استاذ كانت كانها امتحان، وما يفرح قلبي ده يتذكر لك يا تذكره، وما يفرح قلبي الا وانت معايا. والله انا اصلي بحبك وبحب احكي لك. والله وشوف جوايا وانت معايا.
من قلب الصافي المفتوح لك اكمني بحب ارتاح لك ارتاح واحكي لك والله 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 كلها. بس طبعا كانت اسرع من هيك فطول الوقت اطلع وانزل وبدق وبتلهج لو تحبي حبه الدنيا تبقى غربه قولي انا لا بس بموت في اغنيه ايه بصراحه وما قلتليش من الاول ليه لان انا المذهب انا اعشقها حافظها وما قلتليش بعد شوي نقول حافظها طب امسك مايكروفونك مش عارف انا كلام تيني وما قلت ليش من الاول ليه اللي انت مش قادر تنساه شوف السكات وصلنا لايه غني وما قلت هما قلت ليش من الاول ليه اللي انت مش قادر تنساه شوف السكات وصلنا لإيه تهواك أنا وإنت تهواها دلوقتي قولي حنعمل إيه إحنا التلاتة حنعمل حنعمل ايه الله